دو مازال كرمة سوري بدي أخد لحظة من وقتك إذا في مجال. سوري في مجال تقلينا شو شعورك اليوم بهاللحظة بالذات أنه رح بتغني ببال الفنان الكبير وائل كريم؟ وبعد كمان سؤال صغير، كيف وصلتي لهون بمشوارك الفني؟ شعوري أكيد مبسوطة كتير ومحمسة، ويمكن أنا اجتهدت وتعبت على حالي كتير، وأكيد بفضل مساعدة الأستاذ فؤاد. على كل حال أنت بيلبق لك الشهرة. أنا البطارية رح تطفي. شو قصة؟ يا الله وحياة الله سوري تأخرت عليكي، بس علقت بالعجقة. مهم هلأ كيف التحضير؟ شو؟ يمكن صار لازم وقف أبعد، يمكن صار لازم تروح تزوريهم، وإذا ما قبلوا ساعتها شو بعمل؟ أنت بتعرفي كتير منيح شو رافضين. لا سوزي، أنت بتعرفي كتير منيح قديش أنا تعبت لأوصل لهون. أساسا أنا كتير مبسوطة هيك، ما بدهم يجوا ما يجوا. مبسوطة هيك إيه؟ بعدين شو كل هالميك أب حطيه على وجهك؟ لك يلا يلا، لو بتخليها تتدرب عقد ما عم تحكوا. كرمة، خدي نفس. اليوم هي حفلتك، كل حيقول كرمة زستار. بليز عيد وراي الغنية، خايف تنسيها. شو تنبك معسل؟ بدك تقدميها بشغف حب حبيبك تنبك معسل وانت جمرة غرامه. يلا عيد من وراي. شو تنبك معسل حبيبي لما يتغزل؟ هم تنبحنا أفضل ترجع بتفوت على الكوبلي من بعد ما يخلصوا الأتريود. مغلبط بيني وبينك طار دخانون وبلا نار واللي بده التفاحتين. يا حسرة ما انجأ مشمش ما بتسمعي مني عيدة. واللي مره التفاحتين ما ارجله بشي ما هو شفترة بامر كل عمى شو غيري فوق الهالمخلص. ترى بليز قضي حلو. شو هيدا؟ هيدا اوامر البيك باس لبعد السهرة. بعد السهرة؟ ليش في بعد السهرة؟ باب الباشا هون أو ما معك خبر الدفوار. Good luck. كارما كارما شو بكي؟ لشو البكي؟ طلعي فيي كارما بلا هبل، طلعي فيي يا عمي. واذا ما بدك ما تلبسي الفستان، مين مش مجبوره؟ طب يعني مين استاذ فؤاد؟ كارما كارما، واذا حلمك يعني وعي بقى، اذا مش مبسوطه ومقتنعه هلا بتوقفي كل شيء عم تعمليه. كارما ليه ما جيتي؟ بعرف منك راضية. بتعرفي يمكن الحق عليك، انت اللي خليتيني اعمل هيك. من انا وصغيرة ما خليت حدا يقف بوجهي، كنت دايما تقولي لي اعمل اللي بدي اياه، بس ما بعرف شو بدنا اعمل.